السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنلعب بلاك اوبس 3 وهعمل بيست كلاس سيرب على البي اس 4. انا اسف ان ما كانش فيه يعني لايف كومنتري الفيديو اللي فات، والفيديو ده برضو ما فيش لايف كومنتري لان للاسف مقدرتش اسجل لايف كومنتري. الفيديو تقريبا احسن ستريكس اللي جبتها بالنقص بريكر عامة، وكمان الكلز العادية بالجن، وهو بيست كلاس فيديو للفيسبر. ان شاء الله الفيديو النهاردة بتاع النهاردة يعجبكم بالكومنتري. الكومنتري مش لايف لكن ان شاء الله هتعجبكم. الجيم بلاي ان شاء الله هيعجبكم لان الستريك فظيعه، في شويه لاج في اللعب النهارده للاسف عشان تي اي ديتا ما شاء الله مسيطره، بس يعني يا رب يعجبكم. هننتقل دلوقتي حالا للفيديو. Here we go. وهنا ابتدينا الجيم بلاي، هوريكم بس كل الكلز الحلوه كل الديثس الحلوه عشان نحاول نقصر الفيديو على قد ما نقدر ونخليكم تستمتعوا بالجيم بلاي. الكلز الديثس كل مهما كان، معرفش حاسس ان انا امين في الفيديو ده عامه. هنا اول ديث هي مش كده عامه، انا مش هوريكم كل الديثس يعني اكيد مش هفضل اوريكم وانا بموت هتزهق هتمشي من الفيديو اصلا. كتير اصلا عملت تيم كتير جدا في الفيديو ده عشان اوريكم البوينتس المهمه في الفيديو. هنا كلاية تانية بلاج للأسف لأن أختي كانت دي إيديتها مع أختي والفيسبوك واليوتيوب في نفس الوقت، وحاجة غريبة يعني فما أقولكوش. فكنت عايزة أتكلم في حاجة تانية في الفترة بتاعة الفيديو ده، وهي حاجة اسمها هي جيمينج إيفنت هتتلعب أو هتتعمل قريب إن شاء الله في الصاوي، في الهول ريفر ساوي كلتشر أو ساوي الصاوي يعني تقريبا ساوي الصاوي في الريفر يعني عند الريفر كده في الساوي كلتشر ماشي. الجيمينج ايفنت دي هتبقى ثانية واحدة age of conversation 2 otakus and gamers. هي age of conversation 2 conversation 2. هنا طبعا شايفين الكل دي تلات كلات ورا بعض تريبل كل فظيعين بجد، لا فظيعين جدا التريبل كيل دول، كنت فخور بيهم جدا يعني جيم بلاي في شيء خاص. المهم الايفنت دي هتتعمل يوم السبت الجاي ان شاء الله يوم 30/1، وطبعا هي دعوه مفتوحه تقريبا، لكن لو عايز تروح تحجز ب 60 جنيه التيكت و يعني المهم يعني هي 60 جنيه التيكت، وهحط في الديسكريبشن لينك لو عايزينه. وهنا سبريكر تاني بلاك، لكن برضو الجيم بلاي معلومه انا يعني بس ما قدرتش احطها بصراحه، هي حلوه جدا. ونوز بريكر تاني وكمان واحده جايه ان شاء الله ثانيه، انتظروها انتظروها زي الشيف حسن كده انتظروها. استنى النوز بريكر دي برضو حلوه تنزل فيك حلوه فشخ. اصبر بص النوز بريكر بص. لو حد سألني اصلا الكنز يعني الجيم بلاي دي جبت فيها كام تريك كام هقول له عامه. يعني نكمل كلام على الايفنت. هو ايفنت زي ما قلنا هيقام يوم السبت الجاي من الساعه 1 للساعه 8 بالليل، 1 الظهر، وهو الاسم اللي مكتوب على الشاشه دلوقتي. هكون انا هناك وايجي جيرل جيمر هتكون هناك، وهتغني ويسسها طبعا حلو جدا. لو انتوا سمعتوا اي اغنيه ليها على الساوند كلاود او شفتوا الشانل بتاعتها من جيمرز برضو اللي بحترمهم مصريين طبعا، يعني احب طبعا حضوركم هناك وسالوا عني هناك. انا اسمي محمد سيد، محمد سيد هتلاقيني كده عيل قصير كده ومش لا بجد عامه يعني انا هبقى هناك وهبقى متنكر، مش عارف بقى هبقى متنكر بيه لحد لو ممكن لوفي من وان بيس عامه. يعني لو كده عايزين تيجوا تعالوا، ومش عايزين براحتكم اللينك هيبقى في الديسكربشن. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم الجيم بلاي دي، وشفتوا كده اللي فاتت دي بتاعت اللي هي الكير باكج دي كانت جامده فشخ برده كنت بحبها. والسلام عليكم.